إذن لمناقشة هذا الموضوع ينضم معنا في الأستوديو الخبير في السياسات النقدية أستاذ عبد الرحمن حي. أهلا بك. أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة. إذن برأيك ماذا يمكن أن تقدم خطوة فتح رأس مال البنوك يعني في تحسين أداء وتسيير البنوك العمومية؟ شكرا. سأحاول أن أكون نوعا ما تقني مالي لتسليط الضوء على هذه النقطة. في البداية أعتقد أن الحكومة اليوم تقوم بتطبيق أو محاولة تطبيق توجيهات سيد رئيس الجمهورية فيما يخص فتح رأس المال البنوك بصفة عامة، وبالتالي فهذه الخطوة هي مهمة جدا وخاصة في الوقت الحالي. ما معنى فتح رأس المال بنك في السوق المالية؟ ببساطة أنه مثلا هناك بنك رأس ماله مليون دينار يحاول أن يرفع هذا رأس المال إلى 1.5 مليار دينار جزائري، ف500 مليون دينار جزائري يذهب إلى السوق المال ليقتنيها، كي إنسان يذهب إلى أي سوق ليقتنيها. وبالتالي فأعتقد أن هذه الخطوة هي جيدة، وبالتالي فتزيد من رأس المال البنوك، وبالتالي فإذا زاد رأس مال البنوك فإن قدرتها على الإقراض، على التمويل العمليات الاقتصادية، وخاصة على فتح يعني وكالات أخرى، وهذا ما أود أنه يعني ينتبه له، يعني نزيد من فتح الوكالات بالنظر إلى زيادة تعداد الزبائن. هذا كله سيعمل على أن نقول تنشيط الأداء البنكي في الوقت الراهن. يعني إلى أي مدى يمكن لهذه الخطوة أن تزيد في الحركية البنكية؟ والله أعتقد أنها إذا تمت وفق يعني دعنا نقول إطار مالي، ويعني كانت كما أتصورها كمتابع للشأن النقدي، أعتقد بأنها يمكن أن تعالج إلى غاية 50% من المشاكل المالية الموجودة على مستوى الاقتصاد الوطني. وبالتالي فمسألة تمويل العمليات الاقتصادية، تمويل المشاريع المؤسسات الصغيرة المتوسطة، تمويل المشاريع الناشئة، هذا كله متوقف حاليا على إعادة رأس مالة البنوك، وبالتالي فهي خطوة ضرورية، ولكن يعني تحتاج إلى احترافية ومهنية في القيام بها. ما هي هذه الاحترافية؟ ممتاز. أولا علينا أن نجد حل للركود الموجود على مستوى البورصة، ونفهم لماذا البورصة راكدة ولا توجد فيها التداولات التي من المفروض أن تكون. هذه النقطة في اعتقاد الخاص سهلة، لأنه لا سهلة، لأنه يمكن استقطاب الناس للمعاملات على مستوى السوق المالي اللي هي البورصة عن طريق عمليات تسويقية، عن طريق عمليات دعيني أقول لك مرتبطة بالذكاء التسويقي الرقمي، كما يحدث حاليا على مستوى يعني وسائل التواصل الاجتماعي كيف يستقطبون الناس بنفس العملية. فقد تحتاج إلى إنسان يؤمن بالرقمنة، وبالتالي فهناك فئة كبيرة يمكن إدراجها إلى البورصة، ويمكن أن ننتقل في هذه النقطة إلى السرعة القصوى، وهو إنشاء تطبيقات على مستوى الهواتف نحفز بها الشباب الذين يعني أنا أقصدهم وهو الذين يملكون مهارات في استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والذين حديثا بدأوا العمل. هؤلاء يملكون رأس مال مصدره الأجر، ويعني يملكون مهارات في تسيير تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فهؤلاء من خلال التطبيقات يمكن استقطابهم للمعاملات في البورصة. طبعا الأمر لا يقتصر على هؤلاء الشباب، هو من المفروض أنه الأمر يتسع إلى المؤسسات العمومية، لكن نحن نوعا ما في ظرف مالي صعب يعني، وبالتالي فأعتقد أننا نحدد الفئة التي لابد أن نستقطبها والتي هي تكون المحرك للعمليات وخلق الديناميكية على مستوى البورصة. يعني هل يمكن ربما أن ترمم هذه الإجراءات ربما أزمة الثقة الموجودة بين المواطنين الجزائريين والبنوك؟ ممتاز. أولا البورصة يمكن لها أن نفصل بين الثقة الموجودة في المعاملة البنكية والثقة الموجودة على مستوى البورصة، وإن كان يعني يمكن اعتبارهما شيء واحد. المعاملات على مستوى البنوك اليوم تمتاز بالثقل نظرا لاستخدام الأوراق والمعاملات اليدوية أكثر من استخدام الديجيتال، في حين أنه البورصة يمكن لنا أن نفعلها عن طريق قلت لك تطبيقات استقطابية. الإنسان الذي يشتري يدخل شريكا في بنك مقابل حصة،
فهذه الحصة يمكن أن تكون يعني بمبلغ 2000 دينار، وبالتالي في البداية لن نتصور أنها تكون سريعة. نضع خطوات. الخطوة الأولى هو آليات استقطاب الناس إلى المعاملات في البورصة. سأوضح نوع من التفصيل. البنك وش يدير؟ يروح يجيب الأموال، ومقابل تلك الأموال يمنح أوراقا. هذه الأوراق قد تأخذ شكل سهم أو تأخذ شكل سند. إذا أخذت شكل سهم، فإن الذي اشترى سهما مقابل منحه رأس مال للبنك فإنه ينتظر الربح والخسارة. أو ما أما الذي اشترى سندا مقابل يعني حصول البنك على أمواله فإنه يحصل على فائدة ثابتة. وبالتالي فالوسطاء العمليات البنكية، لأنه الإنسان لما يذهب يود أن يذهب إلى البورصة لا يذهب هو مباشرة، إنما يذهب إلى الوسيط، والوسطاء هم عادة البنوك. وبالتالي فالبنوك يمكن لهم أن يستخدموا حسابات زبائنهم للاكتتاب على مستوى يعني البنوك. هنا نوعا ما أيضا نفتح قوس، يمكن أنه بنك يشتري حصص من بنك آخر، وبالتالي فنصل إلى مستوى وين يمكن إعادة توزيع السيولة بنوع من التوازن في الاقتصاد. يعني كيف يمكن أن تدفع هذه الخطوة البنوك نحو توسيع تشكيلة خدماتها وسلة خدماتها أيضا تكييفها وفق احتياجات الاقتصاد الوطني واحتياجات الزبون أيضا؟ ممتاز. فتح رأس مال البنوك هدفه الأول وهو رفع الأموال على مستوى البنوك. اليوم البنوك تعاني من شح في السيولة، وبالتالي فالهدف الرئيس هو رفع السيولة على مستوى البنوك. وعندما ترتفع السيولة على مستوى البنوك يمكن لنا أن نقوم بتمويل الاقتصاد، لأنه الظرف الحالي هناك سيولة ضعيفة جدا لا يمكن لنا أن يعني نمول الاقتصاد. أما ما قلته فهو ضروري أن يكون مرافقا لعملية فتح رأس المال، هو تطوير الأداء البنكي، هي تسريع المعاملات على مستوى البنوك، وإدخال الرقمنة في المعاملات، هو استخدام الاستثمار في العنصر البشري. يعني يصبح الإنسان الذي يعمل في البنك عندما يأتي إنسان لإجراء معاملة بنكية يعامله بنوع من الجاذبية، وهذا ما يعرف بالاستثمار في العنصر البشري، وهذا أيضا لديه حلول عن طريق التحفيزات والتعويضات. وبالتالي فإن البنوك عندما ترتفع قدراتها المالية يمكن لها كما سبق وأن ذكرت أن تقوم بتمويل الاقتصاد، بالإضافة إلى أنها يكون لديها دعنا نقول إطار لتطوير الأداء البنكي. وبالتالي فإذا تطور الأداء البنكي وتطور معه يعني المعاملة على مستوى البورصة، فقلت لك بأن 50% من المشاكل المالية للجزائر يمكن أنها تحل. يعني هل منح استقلالية التسيير داخل البنوك العمومية خطوة حتمية وضرورية لإنجاح مساعي المنظومة البنكية يعني حسب الاقتصاد الوطني ورغبة الزبون الجزائري؟ ممتاز. هذا شيء ضروري، لابد للبنك أن يدرك شيئا بأنه هو مؤسسة تجارية. ما معنى مؤسسة تجارية؟ عليه أن يعمل على تحقيق ربح، وهذا الربح يقوم بتوزيعه. وبالتالي فإن الفكر التجاري يعني على مستوى البنوك ضعيف جدا. اليوم البنوك في الجزائر هي عبارة عن إدارات وليس بنوك، وهذا ما نأمل له يعني من خلال توجيهات سيد الرئيس. فتح رأس المال وش يدير؟ راح يجيب لنا شركاء آخرين إلى البنك، وهؤلاء الشركاء طبعا سيهتمون بالربحية، والربحية لن تأتي إلا إذا تغير سلوك البنك. وش معناته؟ يتحول من إدارة إلى تاجر. واليوم نشوف التاجر يقف أمام الباب وينادي العملاء، في حين أن الإدارة يعني يصد الباب في وجه القادم إليها. وبالتالي فالبنك هو مؤسسة تجارية عليها أن تقوم باستقطاب الزبائن. يعني ألا ترى ربما أن اتخاذ السلطات الجزائرية لهذه الخطوة ربما ينم عن حاجة إلى مورد مالي بديل لتعزيز إمكانيات خزينة الدولة؟ فعلا، هو نحن لدينا عجز على مستوى الخزينة العمومية في حدود 4000 مليار دينار جزائري، والبنوك حاليا تقوم بتمويل بعض المشاريع. وبكري البنوك كانت تذهب إلى الخزينة العمومية لتعويض عدم دفع المؤسسات خاصة العمومية لقروضها. اليوم هناك شح على مستوى الخزينة العمومية وشح على مستوى البنوك، وبالتالي فالخطوة التي أمام الحكومة هو فتح رأس المال أمام البنوك، أمام الذين يريدون الاكتتاب وخاصة من الجمهور.
هذه خطوة أيضا يمكن من خلالها استقطاب الأموال الموجودة خارج الإطار الرسمي. كله يلعب على عاملين، العامل الأول وهو استخدام الاحترافية والكفاءة في تنشيط العملية البنكية على مستوى البورصة، استخدام الاحترافية والكفاءة، والأمر الثاني استخدام العمليات التسويقية والترويجية، وبالتالي فهذا شيء يعني جيد جدا لدخول الأموال التي توجد خارج الإطار الرسمي. ويحبذ لو كانت هناك خطة رفيعة التي تعتمد على إدراج هذه الأموال التي توجد خارج الإطار الرسمي إلى البنوك من خلال فتح رأس مال الشركة. طيب في إطار خطة الحكومة يعني استئناف منح تراخيص لاستحداث البنوك الخاصة في الجزائر، يعني كيف تقيمون هذه الخطوة في هذا الظرف الخاص يعني في ظل جائحة كوفيد-19؟ ربما ما هي المخاطر التي قد تنجر عن هذه الخطوة؟ هو ليست هناك مخاطر، نحن سأحاول أن أوضح من خلال عملية يقوم بها الجزائريون يوميا. الجزائريون فيما يخص شركات الاتصال لديهم 3 شركات اتصال، هناك منافسة دعنا نقول رفيعة المستوى، وبالتالي فعندما مثلا يأتي رمضان ويقرأ العروض ويقوم بعملية تحليلية للعروض ويقبل على شراء العرض الذي يتناسب معه، وبالتالي فإن البنك الخاص بإمكانه أن يقوم بهذه العملية، أن يقدم عروضا لزبائنه، وممكن للزبائن أن تقدم إلى هذا البنك، وبالتالي فالبنك الخاص يستفيد مما يعرف بعدم وجود منافسة خاصة حقيقية بين البنوك، علما أن البنك الخاص معناه أنه ما هوش معناه أنه يعمل بحرية، معناه أنه يصبح جزء من النظام البنكي الجزائري، إلا أن أرباحه تعود إلى مالكه ولا تعود إلى المالك العمومي كما هو الأمر بالنسبة إلى البنوك العمومية. وبالتالي فالخاص يمكن له أن يستقطب يعني الزبائن باستخدام، لأنه علاش الخاص؟ لأنه الخاص العمال البنكيين اللي موجودين فيه يقوم بتحفيزهم، وهم لا يعملون في العمومي، وبالتالي فهو يحفزهم، وإذا قام بتحفيزهم فإن أدائهم يتحسن، وإذا تحسن أدائهم فإن الإقبال على هذه البنوك الخاصة تأتي. يبقى شيء ضروري هو أننا نفعل وليس نعيد قانون استثمار، نفعل الأشياء الجميلة الموجودة في قانون الاستثمار الحالي أو القانون الاستثمار الذي سيتم يعني إنشاؤه مستقبلا. نعم، يعني يجب خلق تنافسية من أجل استقطاب المواطنين للبنوك الخاصة، يعني حتى لا تتكرر ربما تجارب سابقة. وهذا كله يعتمد على الكفاءة، لابد أننا ننتقي الكفاءة في التسيير. حاليا للأسف الشديد يعني الكفاءة ليست أولوية الأولويات في التعيين. معليش، نحن ندرك بأن هناك دعنا نقول ضغوطات اجتماعية، وهذه الضغوطات الاجتماعية قد تسبب مشكلا في يعني الريكريتمون يعني في التوظيف. شكرا. لذلك فأعتقد أن أفضل شيء وهو أن نضع مدراء يعني يسيرون البنوك، وبالتالي فإذا كانت هناك يعني كفاءات في تسيير البنوك أعتقد أنه الأمور الأخرى يمكنها أن تعالج، لأنه المسير أو القائد كما يعرف في إدارة الأعمال لديه كفاءات تسييرية. يعني هل ننتظر ربما عودة الأجانب إلى الجزائر؟ كل ذلك متوقف على المجموعة التي ستقوم بتأهيل القطاع البنكي وفق الرؤية الجديدة التي يعني قدمها السيد رئيس الجمهورية من خلال توجيهاته للحكومة. نعم، نشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الرحمن حيال، خبير في السياسات النقدية، شكرا على تلبية الدعوة.